بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم وخير ما نبتدئ به هذه الجلسة هذه الليلة آيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. "وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون". في آية أخرى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلحون مرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح انت تسال واحمد الكاتب يجيب وحديثنا هذا اليوم تحت عنوان هل يحتاج الشيعة الى رجل مثل الامير محمد بن سلمان لكي ينسف الخرافات والاساطير المعششه في الحوزه ومعروف ان الامير السعودي محمد بن سلمان قد قام قبل ايام بالدعوه الى التخلي عن الوهابيه وحتى التخلي عن الفكر عن التراث السني التراث السني اللي هو موجود في كتب الحديث وقال علينا ان ناخذ فقط بكتاب الله وسنه نبيه السنه المتواتره اللي هي ما تتجاوز مئه حديث مثلا واقل او اكثر والنظر في اخبار الاحاد اللي هي تملا كل كتب الاحاديث النظر فيها ونشوف يا حديث صحيح يا حديث مثلا يفيدنا او نستفيد منه فناخذ به. اما الاحاديث الاخرى فنضرب بها عرض الجدار. في الحقيقه انا قبل ايام ايضا تحدثت عن هذا الموضوع وقلت ان دعوه الامير محمد بن سلمان ليست جاده في تنقيه التراث لان اهم شيء في هذا التراث هو الحكم الاستبدادي. الفكر السني السياسي كان يقوم على جواز الاستيلاء على السلطه بالقوه. وأي واحد يصبح يعني يسيطر على الدولة فيصبح أمير المؤمنين كما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ومؤسس المذهب السني. قلت أنه طبعا لن يتخلى عن هذا الفكر وإنما يريد أن يبيض وجه السعودية في مقابل الغرب بأن المتطرفين والغلات والدواعش والقاعده وهذه التنظيمات الارهابيه ليست مدعومه من قبلنا من قبل السعوديه يعني واننا نرفض هذه الاعمال ولكنه لم يتحدث عن النظام السياسي الاستبدادي الموجود في السعوديه ولا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع لقد تحدثت عنه مفصلا في حديث سابق انما اريد اخذ فقط كمثل أنه يجي أمير سعودي مثلا ويقرر مثل ما قرروا سابقا أن يدعموا الوهابية أو يدعموا التطرف اليوم جاي واحد يقول أنا أريد أرفض كل هذا التراث طبعا في النظام بين قوسين الديني السعودي يعني كل المشايخ ومتابعين ولي الأمر كل ما يقول هو صحيح وكل ما لا يقول فهو أيضا غير صحيح أدهم. عند الشيعة ليس الأمر كذلك في تعددية وفي حرية وفي يعني مجتهدون متعددون لا يمكن أن يأتي حاكم ويفرض شيء على الناس ثم أن الشيعة مثلا حدثت عندهم ثورة الثورة الإسلامية لم تكن على شاه إيران فقط وإنما كانت على الفكر الشيعي الإمامي الاثني عشري. الفكر الإمامي كان يشترط أن يكون الحاكم أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مثلا القائد يكون معصوما معينا من قبل الله تعالى. ولا يجوز أن واحد إنسان عادي أو عالم أو مثلا مجتهد يأتي ويصبح إماما. هذا كان مرفوض بالفكر الشيعي. ولكن الإمام الخميني رحمة الله عليه طرح فكرة نظرية ولاية الفقيه ثم حدثت الثورة الإيرانية التي شكلت امتدادا للثورة الدستورية قبل مئة عام في بداية القرن العشرين وأقامت النظام الحالي الجمهورية الإسلامية في إيران وامتدت طبعا يعني امتد تأثيرها على إلى العراق حيث أقام الشيعة والمراجع قبلوا بالحكومة الديمقراطية، الحكومة المنتخبة من الشعب، قبلوا بالنظام الديمقراطي. ولكن رغم كل هذه التطورات الايجابية والخطوات المتقدمة بما لا يقاس بما يوجد في السعودية في الحقيقة، ولكن بقت بعض التيارات، لأنه في حرية في ايران حرية في الدراسات والأبحاث فتشوفون بعض المراجع ياتون ويدعمون قنوات طائفيه قنوات تبث الفكر الصفوي تبث الفكر الطائفي المتزمت العنيف العقيم ايضا فهذه القنوات موجوده كل يوم تطلع لنا في قناه وقبل ساعات اتصل بي احد الاخوان عفوا اسمه الاخضر أه جوفيفي جوفيفي أه يقول تحية خالصة لأستاذنا الفاضل أحمد الكاتب سيدي أود أن تعطينا رأيك أو قل ردا منك على موضوع الإفك الذي يطرحه الشيخ الجعفري الشيخ أحمد الجعفري في قناة الولاية أو قنوات على اليوتيوب أيضا زاعما أن هذا وقع في حق ماريا القبطية وليس في عائشة رضي الله عنهم أجمعين وان هذه الحقيقة لطالما أخفاها اهل السنة حتى جاء هو فكشف المستور وشكرا فقلت له بالحقيقة آه هذا الجعفري رجل فتنة ويثير قضايا ميتة عقيمة آه ولا أستطيع ان انساك وراءه في كل ما يقول حتى لا أقع في الفخ الطائفي الذي يحاول اثارته ويحاول صرف الناس عن القضايا الحية التي تهم الجميع من حيث يشعر او لا يشعر. وانا في الحقيقه استغرب لماذا تسمح الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لهكذا اشخاص بهكذا منطق طائفي عقيم ان يطلوا من خلال الفضائيات التي تبث من قم. علما بان هذا النهج الاعلامي المستفز يضر بالجمهوريه الاسلاميه ويعاكس سياستها الوحدويه ودعواتها لتجاوز الماضي. والاهتمام بقضايا العصر والصراع مع الامبرياليه والصهيونيه. <applause> في الحقيقه يعني انا كنت يعني اتساءل لماذا مثلا يقمع رجل مثل السيد كمال الحيدري الذي يعني نشا في هذا التراث الطائفي ولكنه تقدم خطوات نحو الامام. وقام بمراجعات كثيرة جيدة ولطيفة وكان بامكانه ان يقوم بمراجعات اكثر لولا ان الجو الارهابي في قم في الحقيقة قمعه ومنعه من الحديث لانه افترض غلط غلطة قال فت كلام شويه متطرف او كلام غير دقيق عندما قال مثلا علماء الشيعة جميعا يكفرون اهل السنة هذا كان كان خطا غلطة من عنده ولكن لا لا يمنع انه كان عنده يعني محاولات جريئه ومتقدمه لتجاوز الفكر الطائفي، صحيح هو في بعض الاحيان يعني كان يتقدم خطوه ويرجع خطوه، ولانه الجو كان حسب تحليلي والله اعلم ان الجو قم كان يفرض عليه ان لا يخرج كثيرا. في مسألة موضوع الإمام المهدي مثلا هو كان سمعت له محاضرة في سنة 2018 كان يبدو منشورة ما أعرف متى هو كان قد ألقاها أنه الإمام المهدي لا توجد عليه هل الأدلة اللي يجيبوها كلها أدلة ضعيفة هو يقول ويقول مو فقط أنه أنتم عليكم أن تثبتوا ولادة ولد للإمام العسكري إنما عليكم أن تقولوا أن هذا هو الإمام وانه هو عنده نواب خاصين وعامين، وانه هو غائب وحي لا يزال الى اليوم، وانه يقوم بعمله يعني مهمه الامام هي الهدايه والارشاد والتوجيه ومثلا حل مشاكل الناس وتوحيد الناس، فكل هذه الاعمال لا يقوم بها، فاذا عليكم ان تثبتوا، وهنا يعني لا ادري لماذا قال هذا الكلام؟ قال انا عندي دليلي على أن وجود هذا الإنسان لا تقولوا أن سيد كمال حيدر لا يؤمن بالمهدي لا أنا أؤمن ولكن ليست بهذه الأدلة التي لديكم إنما أنا عندي دليل خاص وطرح موضوعا يعني كما يقولون يعني عذر أقبح من ذنب الحقيقة يعني قال أنه الإمام له دور تكويني ودور وجودي ما افهم ماذا يعني الدور التكويني والوجودي، يعني هل يؤمن بالولايه التكوينيه للائمه؟ وهو هذا الامام الذي لم تثبت ولادته ولا وجوده، كيف يقوم بدور وجودي وتكويني؟ على اي حال يعني رغم كل هذه الملاحظات التي نقدمها على بعض كلام السيد كمال حيدري الا انه عموما كان يعني شجاع حقيقه في أوساطكم السؤال هو لماذا لا يقوم مثلا المرشد الخامنئي حفظه الله بثوره في هذا المجال بيعني مكافحه الاحاديث الضعيفه الاحاديث الضعيفه والخرافات والاساطير والفرضيات الوهميه وهذا التراث الطائفي المقيت الذي يعرقل الجمهوريه الاسلاميه ويضر الجمهوريه الاسلاميه الان ويسحبها الى الوراء يعني هي متقدمه خطوات حسب الدستور خطوات ديمقراطيه رائعه جدا جمهوريه اسلاميه وانتخابات وانتخابات رئاسيه قادمه وبرلمانيه فالمفروض انه تكون هناك ثوره ثقافيه في حوزتكم بالاضافه للثوره اللي حثت في ايران ثوره الفكر السياسي قبل الثوره السياسيه وهو القول بامكانيه اقامه الدوله وهذه الثوره هذه الثوره التي قام بها الامام الخميني او الجمهوريه الاسلاميه في نظري في الحقيقه هي اخرجت الشيعه من من الطائفي بعد لم يعد الشيعه هم إمامية ولا إثنى عشرية لأن الإمامية يشترطون الأسمى والنصف رئيس الجمهورية والإثنى عشرية ينتظرون ذلك الإمام الغائب حتى يأتي فالجمهورية الإسلامية الآن والشيعة عموما سواء في العراق أو لبنان أو باكستان أو تركيا أو أي مكان لم يعودوا ينتظرون ذلك الانتظار السلبي لذلك الإمام الذي لم يولد ولا يشترطون تلك الشروط التعجيزيه لمساله الامامه، لا، اي واحد عالم عادل انسان مستقيم وطني مثلا انسان عادي يمكن يصبح رئيس جمهوريه، يمكن يصبح رئيس وزراء. فهذا تطور جذري حقيقه يجب ان نلاحظه ولكن ما خلف الجمهوريه، ما خلف القياده وهذه الثوره هناك بؤر لا تزال في الحوزه. سواء في قوم أو في النجف حتى بالحقيقة رغم الثورة أيضا التي قادها السيد علي السيستاني يعني دعمه للدستور والديمقراطية والانتخابات إلا أنه في الحوزة لا تزال ومو فقط لا تزال إنما ناشطة أكثر الآن قوى ومشايخ وبؤر تبث الفكر الأخباري الخرافي الطائفي الاسطوري ويعني تشحن هذه التفرقه فهل يستطيع الامام الخامنائي مثلا ان يقوم بهذه الثوره حقيقه ام ان مثلا الوضع الديمقراطي في ايران لا يسمح له بذلك وهؤلاء المشايخ اللي يسمون نفسهم مراجع جالسين في زوايا قم وزوايا المدارس ولا يفقهون ماذا يقولون لا يفقهوا ماذا يقولون وإنما يكررون يكررون أفكارا موروثة لم يجتهدوا فيها ولا يسمحوا لأحد أن يجتهد فيها كما لم يسمحوا للسيد مثلا كمال حيدري أن أن يطرح بعض الأفكار للمناقشة فهنا نحن نقول نحن بحاجة بالحقيقة إلى رجل شجاع لكي يقوم بهذه الثورة ويكمل الثورة السياسية الثورة الثقافية ضرورة يجب ان تكتمل وان تحدث حتى تدعم الثورة السياسية الحاصلة في التوجهات الحية في الجمهورية الاسلامية. لذلك انا طرحت يعني هذا الموضوع للنقاش والدعوة للقيام بحركة فكرية ثقافية لتصفية هذا التراث والعودة الى القرآن الكريم والسنة الثابتة المتواترة وهي لا تتجاوز مئة حديث وإذا أخذنا بعض أحاديث الأحكام خلوها على صفحة أما أحاديث الفكر السياسي يعني أحاديث الإمامة التي تخلى عن الشيعة اليوم فلماذا نتشبث بها ولماذا نتشبث بقراءات عقيمة للتاريخ مثل هذا الشيخ الجعفري الله يهديه إن شاء الله أنه هاي آية الإفك لم تنزل بعائشة نزلت بماريا ثم ماذا؟ ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ بعض الأخوة طالبوني بمناقشتي أنا لا أنزل إلى مستوى هذه المناقشات ولا أنجر ولا أسمح لنفسي أن, أن, أن أهبط إلى هذه المناقشات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما فقط تستفز الناس وتثير الطائفية وأبحاث كثيرة من القبيل يعني ما في داعي أن نطرحها وقد طرحت من منطلق العداء لفلانة أو فلان وحديث كسر الضلع وحديث أسطورية كثيرة موجودة يكررها شيوخ المنابر اللي يصعدون على المنابر بدون بحث وبدون تدقيق وبدون دراسة وبدون تفكير حتى يقرؤون ما هو موجود في الكتب و يطرحوها طبعا ليس كل المنبريين وإنما عامتهم فنحن طرحنا هذه الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا تتحدث عن اليهود يعني يلوون ألسنتهم بالكتاب يصيرون يحكون بشكل معين لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني عندنا علماء يتكلمون باسم الدين ويجيبوا لك تاويلات وآيات وأحاديث حتى انتم تفتكروا انه هذا جزء من الدين ويقولون هو من عند الله أحاديثهم اللي هم يختلقوها يدعون ان هذه من الله جايه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قلت هل تنطبق هذه الآيه على بعض العلماء المسلمين اليوم وعلى بعض المشايخ الذين يؤلفون النظريات الوهمية والأسطورية ويغلفونها بآيات قرآنية وأحاديث مزورة ليحسبها الناس من الدين وما هي من الدين ولا من عند الله الأخ علي الشويلي علق على هذه الكلمة بالآية القرآنية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذه مصيبتنا أنه آم راجعنا صدقوني المراجع اللي قاعدين بيقوموا بالنجف هم يتحدثون وحاملين افكار من دون دراسه من دون تدقيق افكار عجيبه غريبه وعقيمه وعبثيه ومضره ولم ينزل بها الله من سلطان ويعتقدون هذا هو الدين يقول ايضا الاخ علي الشويلي وكذلك الله لم يعطي رخصه في المحرمات لانها بيد الله حصرا وقد عاتب رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم فالحرام شمولي أبدأ أبدى أبدي بيد الله حصرا ولكن ما شاء الله فإن فقهاء الدين جعل الحرام هو الأصل والحلال استثناء يعني عكس العملية أه الأخ حامد علي يقول طبعا أكثر ما ورثناه كذب وافتراء محمد البوش يقول وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار رضا رضا يقول تماما من مثل الذي اعتنق الديمقراطية وألف لها آية السورة وقدمها للناس على أساس أنها من عند الله يعني يصدني اليه الأخ رضا على الاقل الإمامة لها أثر في القرآن بنفس الألفاظ أي أن لها أصل قرآني إذا كان غيرك استخلص من آيات الإمامة نظرية قرآنية عقلية تحدد نظام الهداية إلى الله فأنت تفسر آيات الإمامة على هواك الديمقراطي لكي تصرف الفهمة عن الحقيقة فجعلت إمامة, إمامة سيدنا إبراهيم هي النبوة وأنت تعلم جيدا أنك تخفي الحقيقة هذا يوجه يعني اتهامه لي وطبعا احنا ناقشنا رضا عدة مرات في هذه المواضيع وهو يستغل كل فرصة حتى أيضاً يبدي رأيه المعارض لنا ونحن نرحب به أيضاً. إذا هنا الأخ علي خليفة يرد على الأخ رضا. فيقول له الشورى موثقة في القرآن بآيات وبسورة اسمها الشورى ونظام الحكم الرشيد لا يتحقق إلا بالشورى التي أحد وسائلها المناسبة لهذا العصر الانتخابات. أما الإمامة المذكورة في القرآن فلا علاقة لها بنظام الحكم، وإنما هي منزلة عامة تتحقق في أي مجال، ولا تعني سوى شيئًا سوى القدوة. وإن كان الأخ أحمد يقصدني أنا، وكثيرون من علماء المسلمين قد توصلوا لحتمية الانتخابات كآلية وحيدة صالحة الآن لتحقيق الشورى في اختيار ولاة الأمر، فما توصلوا إليه يمكن تحقيقه بل هو متحقق فعلا في بلاد كثيرة غير إسلامية للأسف وقد اثبت نجاعته وصلاحيته لصلاح تلك البلاد أما نظرية الإمامة التي توصلتم إليها يخاطب الاخ رضا بتأويلات غير عقلية للآيات والروايات فلا يمكن تحقيقها في الواقع مطلقا حيث ان اصحاب هذه النظرية المخترعة قد حصروا ولاة الأمر في أشخاص محدودين لا وجود لهم في دنيا الناس وهذا ضرب من ضروب العبث او الخبل اذ كيف يتولى الاموات امور الاحياء. الاخ اياد الحسن يخاطب علي خليفه يقول له احسنت اوافقك الراي لا اعلم كيف يفكرون هؤلاء باي عقل واي منطق تحياتي. أه الاخ علي يرد عليه يقول له احسن الله اليك يفكرون بعقول المعممين والرواديد لا بعقولهم. يعود الاخ اياد يقول فعلا اخي والله حتى اني تعبت وعجزت من خلال التعليقات انصح واوعظ وارشد ونتحاور ولكن لا جدوى منهم اما يسبك او يطعن بك او يتهمك بامور لا تمت بصلة للدين والانسانيه لمجرد ان تختلف معه في الحوار الجماعة قافلين على الخرافات والأساطير والأكاذيب تليق بهم لأنهم لا يفكرون ولا يبحثون ولا يحللون ولا يعتقدون بالقرآن ويفسرونه حسب مزاجهم الشخصي والعقلي تحياتي واحترامي أخي العزيز الغالي طبعا ليس كلهم ربما أدم شبهات يعني هنا يجري الحوار طبعا احنا نشرناه في صفحتنا وموجود بين الاخ علي والاخ اياد. بعدين الاخ انا قلت للاخ رضا قلت له يعني هو قال لماذا انت تعتقد الديمقراطيه مسويها دين انت ايضا اضفت في الشيء جديد يعني. قلت له لم نقل ان الديمقراطيه دين وعقيده. وانما نستلهم المبدا من القران الكريم اللي هي الشورى، مبدا الشورى. ونحاول تطبيق العدل والحريه والمساواه في حياتنا الدنيا. عن طريق الشورى او الديمقراطية التي هي صيغة متطورة منها. فالأخ علي خليفة يعلق فيقول: أخي الكريم الكاتب أحمد الكاتب اسمح لي أن أوضح أمرا وهو أننا لا نؤمن بالديمقراطية الغربية بمعناها العام الشامل المتعارف عليه، وإنما نؤمن بجزئية الانتخابات فقط كآلية وحيدة صالحة الآن لتطبيق مبدأ الشورى الإسلامي والذي استبدله الشيعة بالوراثة التي يعيبونها ونعيبها معهم على معاوية ومعه أهل السلف باشتراط وجود من يسمونهم أهل الحل والعقد والذين لا وجود لهم في بلاد المسلمين ولا يمكن إيجادهم أصلا في ظل اتساع بلاد الإسلام ووجود ملايين مليئة من المسلمين لا تستطيع مجموعة منهم أن تحل أو تعقد أمر اختيار ولي الأمر، وتلزم, ب... وتلزم به تلك الملايين. ولهذا فلا سبيل لتحقيق الشورى إلا وفق آلية الانتخابات، رغم سلبياتها المتأثرة المتمثلة في التأثير المالي والدعائي على عوام الناس. وهذه موجودة حتى في المرجعية الدينية، التأثير المالي والدعائي موجود في كل مكان. الأخ رضا يعود مرة ثانية يقول ومن قال أن استلهامك للمبدأ من القرآن هو الصحيح ربما أن هناك استلهام آخر ليس له علاقة بالحكم أصلا ويبقى رأيك وتفسيرك لآية الشورى تفسيرها تعسفي كما هو تفسيرك لإمامة سيدنا إبراهيم هي النبوة وأنت تعلم جيدا أن ذلك غير صحيح كيف أعلم؟ يعني يقولني شيء لا أعرفه في الحقيقة فالله تعالى جعل سيدنا إبراهيم نبيا في شبابه وجعله إماما في شيخوخته وحضرتك أولت الآية لتتماشى مع هواك والسؤال ما هو الضابط في الشورى كي لا تختار الأمة حاكما لها يخونها من بعد ذلك والتجارب التاريخية عديدة منذ أحد الصحابة إلى يومنا هذا في الحقيقة يعني الآية اللي تقول أن جعلك الناس إماما إحنا نتحدث يعني طول التاريخ الإسلامي الكلام اللي كان موجود بين المتكلمين وبين الطوائف المختلفة حول الإمامة يعني حول الحكم والزعامة بعد النبي النبي كان خاتم النبيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي النبوة ختمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وخلص بقى بقعدنا شنو بقعدنا من يحكم من ينفذ الاسلام ويطبق العدل وهو الامام يعني الحاكم يعني الرئيس يعني السلطان الخليفه الامير اي شيء يسميه فاحنا ما استنبطنا شيء على هوانا وانما هذا هو اللي يعني انت راح بعيد يا اخ رضا ويجي بعدين يقول ما هو ضابط في الشورى في الحقيقه ما في ضابط الشورى ما راح تنتخب امام معصوم انما المجتمع كل ما يكون صالح ويضع قوانين صالحة فيفرض هذه القوانين على الحاكم حتى يكون ممثلا للامة ويعني يعني مطيعا لها لا انه يتصرف كما يشاء وتبقى المعركة مستمرة معركة الحياة ان يجي حاكم يستغل الشورى يستغل الديمقراطية يستغل اسم الإسلام ويحاول أن يفرض ما يشاء فهذا راجع للأمة أنه تخلي قوانين وتكون واعية تفتح عينيها جيدا وتراقبه وتحاسبه وعبر آليات صالحة وجيدة يعني مثلا نظام الأحزاب يكون نظام صالح وجيد ونظام الانتخابات يكون صالح وجيد والإعلام يكون حر والأمن متوفر في البلد كل هذه أشياء ضرورية لكي تنتج لنا حكما صالحا وحاكما صالحا مو فقط آلية انتخابات صناديق اقتراع نحط بها أصواتنا ونروح ننام بالبيت كما هو وضع كثير من المسلمين يعني إنما بحاجة أن نكون إحنا كلتنا حاضرين في الساحة نراقب ونحاسب ونتكلم نتكلم مع النواب نتكلم مع الصحافة و أدنى صوتنا إحنا نأمر معروف وننهى عن المنكر ونشكل أحزاب وخلايا مهدوية تعمل في الساحة لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا يعني إذا عدنا إشكالات على التجربة الديمقراطية لا يعني أن نلغيها مرة واحدة ونروح ناخذ نظريات مثالية خيالية تعجيزية لا وجود لها ولا يمكن تطبيقها في الأرض كما يفعل الإمامية يبدو الأخ رضا رغم أنه هو متحول للإمامية كما علمت يعني يقترب الآن يعني الآن طرح هذا السؤال الأخير ما هو ضابط للشورى يعني هو يريد ينسف الشورى ولكن في نفس الوقت هو يعني يتقدم خطوة نحو الأمام القبول بالشورى ايضا. الاخ علي الزياري يقول انا معك 99% اياد الحسن يقول بالتاكيد يعني ان السؤال اللي طرحناه في البدايه ان هذه الايه تنطبق على علماء المسلمين او لا. الاخ اياد يقول بالتاكيد فهم ممن يؤسسون الافتراء على الله واياته يقيسون على هواهم وقال الإمام الصادق: إياكم واتباع الهوى في القياس والمقاييس، فإن أول من قاس إبليس، فلا أعلم كيف يفكرون هؤلاء، ومن يتبعهم سبحان الله. الأخ محمد إبراهيم أيضا يقول: أكيد طبعا تطويع النص الديني، وتجييره بما ينسجم مع توجهاتهم وأفكارهم، والأكثر من ذلك، يجزمون أن هذا مراد الله تعالى، وكأنهم مطلعون على الغيب. ولا يقبلون بقراءة مخالفة لقراءتهم الأخ جهاد الزبيدي يقول, يقول كثيرون في وقتنا الحالي وعدهم قطيع لا يعدون الأخ سامي أبو جنة يقول مئة بالمئة أو ألف بالمئة الأخ خضر يقول ما شاء الله كثيرون عندنا وفلاسفة بهاي المواضيع يدعون إلى النار زين والمراجع شنو دورهم ساكتين ليش؟ وكذلك بالفتن لهذا الحد وصل الأمور وإذا لم تصدق تصدك أو كذا يقولون لك بأنك منحرف نريد الجواب الصريح والحقاني والله هو المستعان دائما وابدا. احمد الجنابي يقول القران واضح اما خلط الاوراق واتخاذ المتشابه منه عقيده ومن اصول تلك البدعه بعينيها أه الاخ علي العراقي ورائد العراقي يقول أه ايه تنطبق وانت منهم تنطبق عليك جمله وتفصيلا والاخ رائد يقول تماما منشورك ينطبق عليك اولا. يعني هذا هجوم طبعا احنا نرحب فيه. ولكن كنا نتمنى من الاخوين علي ورائد ورضا والمجموعه اللي هم يحاورون ايضا من طرف اخر ان يفصلوا كيف ماذا قلنا نحن؟ ماذا كتبنا وماذا جبنا؟ وماذا اولنا؟ واذا نرجع للايه الكريمه فماذا فعلنا فيها؟ وان فريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب هل قلنا أن نظرية الإمامة مثلا هل قلت أن نظرية الإمامة من الله هل قلت أن شخص لا دليل على وجوده أن هذا موجود وحي وباقي وراقب ويدير الكون يدير الكون كما يقول بعض دور وجودي أو دور تكويني عنده هل قلت ذلك لم أقل ذلك فإذا هم الذين يقولون هذا الفكر القديم الميت البائس العقيم هو الذي يعني يقلد بالحقيقه الان المشايخ الموجودين اكثرهم يقلدون مشايخ جاءوا قبل الف عام يسموهم مشايخ الطائفه هؤلاء اختلقوا وكونوا والفوا النظريه الاثني عشريه التي قامت على انقاض نظريه الامام الالهيه التي وصلت الى طريق مسدود وانقرضت وواجهت تحديات في فتره يعني بقائها تحديات كأداء وصعبه وادت الى تفرق الشيعه الى سبعين فرقه ثم انتهت النظريه وحتى نظريه الاثني عشرية ولدت ميته فأماتت الشيعه الان نحن بحاجه الى قائد شجاع حقيقة يكمل الثوره السياسيه بثوره ثقافيه في العقل الحوزوي احنا المشكله العقل ما يعني هاي القنوات اللي يصرفون عليها فلوس من اموال الناس طبعا ياخذون اخماس وزكوات من الناس حتى يبلغوا في سبيل الله فينشئوا هاي القنوات الطائفيه المستفزه التي لا عمل لها ولا شغل الا باثاره القضايا التاريخيه الميته قبل 1400 سنه ماذا نستفيد من ذلك؟ علينا ان نصرف جهودنا لتوعية الامة بواجباتها ومسؤوليتها والادوار التي يمكن يقوم بها وندعو الامة الى الوحدة بدل ما ندعو الامة الى الوحدة ونوحد المسلمين نحن نطرح قضايا مثلا مع الاسف الشديد قضايا تفرق تفرق وتستفيد وتزرع العداوة والبغضاء في نفوس الناس. تجاه بعضهم البعض بعض. يعني هو جالس في زاوية معينة في من مدرسة معينة ويبث ويعتقد أنه هو يعني راح ينصر ما أعرف من ينصر المذهب أي مذهب أين هو المذهب اليوم حتى تنصره ما في تطور حاصل في تطور ديمقراطي جمهورية إسلامية وهي جمهورية تقارع الامبرياليه الامريكيه وتقارع الصهيونيه وتعمل وتعمل وبحاجه اليوم يوم القدس يوم الجمعه الاخيره من رمضان بدا ما نحث الناس على المشاركه في هذا اليوم العظيم واحياء قضيه فلسطين احياء قضيه القدس ونصره الشعب الفلسطيني المظلوم احنا نجي نبحث قضايا تاريخيه لا فائده منها فالمهم تغيير عقليتنا من التاريخ أن ننزل إلى الواقع المعاصر اليوم، منذ عايشين بالقضايا الجزئية فلان كذا وفلان كذا وفلان وكذا، حتى لو افترضنا أخطأوا السابقون. نحن لسنا مسؤولين عنهم، نحن مسؤولين عن أنفسنا اليوم، علينا أن نعمل اليوم بما يريده الله منا. فلماذا نصرف وقتنا وجهودنا وطاقاتنا وقنواتنا التلفزيونية على هالقضايا؟ التاريخية الميتة، وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.